مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. واحد من المواضيع اللي بتدور في فلك حياتكم بنتواصل فيه معاكم، نسمع ارائكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم. تابعنا النهارده افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعه من انفاق اللي بتربط بين شرق وغرب القناه. هذه الانفاق هي شرايين الحياه الجديده للتنميه في سيناء. طبعا منذ أيام قليلة يوم 25 إبريل تحديدا احتفلنا بعيد تحرير سيناء، وهو تحرير كامل الأرض بعد الحرب، تحرير بالسلام واسترجاع الجزء الأخير وهو الجزء الخاص بطابة عن طريق المفاوضات الدولية. وتحدثنا في هذا اليوم في همزة وصل أيضا عن التنمية في سيناء ومعوقات التنمية وآفاق التنمية وشرايين الحياة اليوم التي بدأت منذ تقريبا 3 أو 4 سنوات. بدأ الحفر وإطلاق إشارة العمل في أنفاق قناة السويس، هي هذه الشرايين التي ستغذي التنمية إلى ربوع سيناء الحبيبة. نتواصل اليوم معكم في هذا الموضوع، وسؤال حلقة اليوم كالتالي: كيف ترى دور أنفاق قناة السويس في تعزيز التنمية في سيناء؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم من همزة وصل. دائما تابعونا، شاركونا بآرائكم ومقترحاتكم كلها على عنوان واحد، همزة وصل إيجي، خاصة على الفيسبوك. مشاهدينا الكرام، تابعونا، شاركونا بآرائكم، أنتم أصل هذا البرنامج، نحن نتواصل لنسمع آرائكم ومشاركاتكم لتزيد هذا البرنامج حيوية. دعوني أخرج إلى تقرير سريع ضعنا في موضوع حلقة اليوم، ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. صفحة جديدة يسجلها التاريخ في ملف المشروعات القومية العملاقة، لا سيما تلك التي تشهدها أرض سيناء الغالية. عدد من المشروعات القومية التي ستضخ عائدها في شرايين حياة جديدة تدب على أرض سيناء، افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعكس بشائر التنمية والخير. منظومة أنفاق عملاقة تربط سيناء بدلتا النيل، وتنهي معاناة شبه يومية يعيشها مئات الآلاف من المواطنين. وتم الحرص عند التخطيط لهذه المشروعات على إيجاد ترابط بينها على اختلاف مواقعها وتوزيعها الجغرافي على رقعة القطر المصري، وفق رؤية تنموية شاملة تهدف لتعظيم مردودها من خلال ربطها بالفرص الاستثمارية الخارجية. تلك المشروعات التنموية التي افتتحها الرئيس بمحافظة الإسماعيلية تم تنفيذها في زمن قياسي، وتمثل علامات مضيئة وهامة على طريق مشروع عملاق لتنمية محور قناة السويس الذي يستثمر موقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، سعيا لأن يصبح المحور مركزا لوجستيا واقتصاديا عالميا يسهم بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية. وتعد الافتتاحات الجديدة بمثابة تدشين عملية تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث إن مشروعات الأنفاق التي تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر المنظومة الأضخم من نوعها في تاريخ مصر وعلى مستوى العالم، حيث لم يكن هناك محاور للربط بين سيناء والوادي إلا نفق وحيد هو نفق الشهيد أحمد حمدي، إضافة إلى جسر السلام في مدينة الإسماعيلية والمعديات، وهما محوران لم يعدا يستوعبان تطور حجم الحركة والنقل من وإلى سيناء، إلى جانب أن الأنفاق الجديدة ستفتح آفاقا جديدة للبناء والتعمير واستصلاح الأراضي في سيناء، فضلا عن تكاملها مع المشروع القومي لمحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية من كافة الجوانب التجارية واللوجستية والاستثمارية، مما يحقق عوائد اقتصادية ضخمة ويسهم في سرعة تنمية سيناء واكتشاف واستغلال ثرواتها وربطها بباقي محافظات مصر. تابعنا مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير السريع وضعنا في موضوع حلقة اليوم. نتمنى منكم دائما التواصل لسماع أرائكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سأبدأ بها الآن مع زميلي محمد عبد الحكم. يعني مساء الخير يا محمد. في البداية طبعا اليوم افتتاح هام جدا لشرايين حياة جديدة لسيناء، ماذا لديك على مواقع التواصل الاجتماعي؟
شكرا حسام. بالفعل هناك مجموعة كبيرة من التعليقات حول موضوع حلقة اليوم، الموضوع الهام. البداية ستكون مع وفي الغمر اللي بيقول إن شاء الله الأنفاق، وإنشاء الأنفاق كان قرار حكيم لأنه بإنشائها لم تعد قناة السويس مانع مائي صعب في وجه التنمية وحماية أرض سيناء، حيث سهلت انتقال الأفراد والقوات لسيناء في زمن قصير، وهذا يخدم الأمن القومي ويساعد في سرعة التنمية. نهد عبد الفتاح بتقول كل عام وأنتم بخير، طبعا عمل عظيم جدا وشكرا لكل من شارك فيه، ونتمنى أن يكون بداية لخوض حرب لتنمية سيناء بسواعد شباب مصر وعقول مفكريها، ويريت الدولة تعمل على أن تكون سيناء مكان لتخفيف أمنيات وتحقيق أمنيات وطموحات الشباب بتوفير الخدمات والدعم الملائم، ومهما دفعت مصر من أموال لا يساوي ما دفع من دماء. وليد مدكور بيقول أنفاق سيناء لها دور في غاية الأهمية من عدة جهات مدنية وعسكرية، الأنفاق ستساهم في زيادة حركة المرور من وإلى سيناء مما يساعد في تعزيز فرص المشروعات التنموية والتجارية والإسكان، كما ستسهم في الناحية العسكرية بالتحرك بحرية أكثر من دخول وخروج قواتنا المسلحة من وإلى سيناء وتخفيف الضغط على نفق أحمد حمدي. أحمد المصري كل عام وأنتم بخير. نهاد عبد الفتاح مرة أخرى بتقول بشرة خير، إن شاء الله نتمنى زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول المجاورة وعمل مناطق تجارة حرة لزيادة التعاون والتبادل التجاري وجذب الاستثمارات، وكذلك المزيد من المدن الصناعية والزراعية والسكنية واتباع كل الطرق المحافظة على البيئة. مشارك آخر محمود بيقول نرى دور أنفاق قناة سيناء في تعزيز التنمية في سيناء، مواكبة التطور العالمي لمصر واستقرار وحسن الجوار وتميز موقع مصر اللوجستي ومرور طريق الحرير الدولي وسرعة الربط والتطور والتعمير وربط الاقتصاد الأزرق عابر للقارات. إذن حسام هذه معظم التعليقات التي وصلت إلينا، الكل يرحب بهذه الأنفاق والكل يؤكد أنها ستسهل وتسرع من وتيرة التنمية في البلاد. أنتقل إليك زميلي حسام. إليك بشكرك يا محمد، وبالطبع بشكر كل من شارك معنا في التعليق على سؤال حلقة اليوم، مشاركتكم هي أساس هذا البرنامج. دعوني أبدأ مجموعة من الاتصالات الهاتفية نحلل فيها هذا الموضوع بشكل أكثر عمقا. معي عبر الهاتف الآن دكتور محمد الشواتفي، أستاذ العميد كلية الاقتصاد والسياسة بجامعة الزقازيق العميد الأسبق، والأستاذ عبد الرحيم عميرة خبير التنمية البشرية وأحد أبناء محافظة سيناء. واسمحوا لي أن أبدأ بدكتور عبد الرحيم عميرة. دكتور عبد الرحيم تحياتي. دكتور عبد الرحيم إليك وللسادة المشاهدين يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور عبد الرحيم. يعني هبدأ بحضرتك لأن طبعا أبناء سيناء كثيرا معانوا حتى من بعد حرب 73 وبعد تحرير كامل الأرض بالمفاوضات، دائما ما اشتكى أبناء سيناء أن التعمير والتنمية لم تصل إلى سيناء بشكل كافي أو بالشكل الذي يرضيهم. كيف ترى الآن هذه الشرايين الجديدة التي ستربط سيناء بالوطن بشكل أكثر عمقا؟ أولا احنا بنهني القيادة السياسية والشعب المصري بالمناسبات العديدة التي مرت على الشعب المصري منذ فترة، عيد تحرير سيناء وعيد العمال، ونحن الآن بنحتفل بعملية افتتاح أنفاق تحت أكثر قناة السويس لتسهيل عملية العبور من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق لربط سيناء بالوطن الأم. يعني أبناء سيناء يمكن عانوا في الفترات السابقة من عمليات العبور والانتظار على المعديات فترات طويلة، تمام. النهارده احنا الانفاق اللي هي بتتفتح في الاسماعيليه وفي بورسعيد هتسهل عمليه العبور وهتسهل على المواطن، تمام، نقل المنتجات من والى، تمام، من والى ربوع الوطن الام. وبالتالي لن يكون هناك تكدس على المعديات وهيكون في هناك تنميه حقيقيه، لان التنميه الحقيقيه على ارض سيناء احنا فقدناها في الفترات السابقه، وبالتالي كان هذا يعني كان سبب من ضمن الأسباب اللي كانت ظهرت فيها فترة الإرهاب والتطرف الموجود على أرض سيناء. ولكن لما هيكون في تنمية حقيقية على أرض سيناء هتكون في هناك عملية استقطاب للعناصر البشرية اللي هي موجودة اللي هي هتزرع سيناء بالأمل والخير، وهتكون الأنفاق دي بداية يعني فترة جديدة على أرض سيناء. ويمكن إحنا في 73 تمام كان في عبور في 6 اكتوبر، احنا النهارده برضو عمليه الانفاق اللي هي هتسهل عمليه العبور من حوالي 6 دقائق الى 10 دقائق اسفل قناه السويس. نعم. ودي يعني بشر خير للمواطن المصري بصفه عامه والمواطن السيناوي على وجه الخصوص. نعم، طيب ارجوك ابقى معي دكتور عبد الرحيم، وانتقل لدكتور محمد الشواتفي استاذ الاقتصاد والسياسه. دكتور محمد تحياتي. تحياتي يا فندم، اهلا بحضرتك. طبعا درسنا في العلوم السياسيه ان الحدود الطبيعيه دائما ما تحد من انتقال البشر وانتقال التنميه، وربما شبه جزيره سيناء هي ترتبط طبعا بمصر ارتباط وثيق، ولكن قناه السويس قللت هذا الارتباط وكان في مشكله. شايف النهارده افتتاح انفاق قناه السويس
وهتكون شرايين جديدة للتنمية في سيناء، كيف تراها؟ افتتاح أنفاء النهاردة ينهي عزلة سيناء دائما. نعم. وبالتالي تصبح شبه جزيرة سيناء، هذا مسمى جغرافيا لكن لم يكن مسمى اقتصاديا. نعم. ليه؟ لأن احنا النهاردة بنفتح أربع أنفاق، بنفتح أنفاق ومتخطط يكون خمس أنفاق، وبالتالي أنت بتربط هنا الأم سيناء بالأم، وبالتالي تنتهي عزلة سيناء اللي هي كانت دايما حظها كان غير موفق في التنمية نظرا للظروف اللي هي كانت موجودة فيها، وبالتالي كانت حتى كانت مطمع لكل الناس تروح عليها. لكن دلوقتي لما أنا فتحت الأنفاق، حركة المواطنين وحركة السيارات والتنمية ستتدفق إلى أنفاق، لأن سيناء يسمى أرض الفيروز، هي أرض خصبة، أرض بكر، تحتاج إلى صناعات كبيرة جدا، وهذا يتفق مع الرؤية الكلية للاقتصاد الوطني المصري. نعم. حضرتك تعلم أن في منذ أن في الخمس سنوات السابقة مصر تهدف إلى أن تكون قوة إقليمية اقتصادية قوية في المنطقة فاعلة. نعم. وبالتالي في هذه الحالة بتاخد قرارات وإجراءات، من ضمنها كانت منطقة قناة السويس. قناة السويس في هذه الحالة هي منطقة تعد منطقة تنموية لخدمة المنطقة، الدولة المصرية ككل، وتكون قاعدة صناعية واستثمارية للقارات الثلاثة، ومنها تنتقل الصادرات المصرية اللي هو شركات متعددة الجنسية التي ستفتح في هذه المنطقة إلى الأماكن الأخرى زي أفريقيا وزي العرب وشرق أوروبا وجنوب أوروبا. هنا يقول لنا ان هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وسيحدث نقلة نوعية في السياسة الدولية، وسيؤثر تأثيرا لوجستيا وجيوسياسيا واستراتيجيا على قرارات المنطقة. لأن في هذه الحالة تلت مصر، سيناء تمثل تلت المساحة الكلية لمصر. صحيح. وهنا أصبحت هناك روابط فضلا عما ما يضاف إليه من النواحي الاقتصادية من توفير الوقت والجهد وتوفير البترول وتوفير الطاقة التي كانت تساعد على انتقال الأفراد من مكان لمكان، والأعباء والشغلات اللي كانت تكون موجودة، وده كل ده هيعمل إيه؟ هيصب في النهاية خالص في الميزان التجاري للدولة المصرية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وده في حد ذاته لما تتفتح تلت مساحة مصر اللي هي صالحة للزراعة وصالحة للصناعة، تمتص الطاقة العاملة والموارد البشرية العاملة اللي موجودة في الدولة المصرية، لأن احنا عندنا تكدس سكاني في الدلتا، وعندنا فائض سكاني في منطقة الدلتا كبير جدا، عندنا النهارده 104 مليون محتاجين ننقل هذا التكمل كبير جدا إلى سيناء. عندما تنفتح هذه الأنفاق ستصبح هناك صناعات قوية وعملاقة، صناعات كبيرة. النهارده شركات متعددة الجنسية كلها بتتهافت على الدولة المصرية عشان تيجي تقعد في سيناء، لأن احنا مخططين الدولة المخططة منطقة صناعية روسية ومنطقة صناعية صينية ومنطقة صناعية يابانية، قناة السويس، هذه المناطق تخدم في النهاية خالص الاقتصاد الوطني، لتكون مصر الجديدة في بعد 2020. نعم. أو مصر الجديدة المنطلقة اقتصاديا، تؤكد أنها قوة اقتصادية وقوة. تمام. عسكرية. طيب. مصر التي نبغاها ونريدها دائما. نعم. طيب دكتور محمد أرجوك ابقى معي، وأعود لدكتور عبد الرحيم عميرة وهو أحد أبناء سيناء. دكتور عبد الرحيم، يعني الآن انفتحت الأنفاق، بدأ التواصل بين سيناء وغرب القناة بشكل أكثر سلاسة، ماذا ينقص للتنمية من رؤيتكم كأبناء سيناء؟ ماذا ينقصكم في سيناء لتبدأ عملية التنمية؟ نبدأ نوطن بقى التنمية في سيناء، سواء في شمال أو في جنوب أو في وسط سيناء. احنا في منذ فترة طويلة كنا بننادي بتوطين حوالي 5 مليون مواطن على أرض سيناء لأعمار سيناء بالبشر. سيناء. نعم. مساحة ممتدة واسعة تمام، وهي يعني فيها المقومات الاقتصادية والزراعية والمقومات السياحية، ولكن تفتقر إلى العنصر البشري اللي هو موجود، وبالتالي كان سيناء مطمع للقوى المعادية، سواء كانت من الحدود الشرقية كدولة إسرائيل أو جماعات إرهابية متطرفة وجدت يعني مناخ خصب لفراغ سيناء من العنصر البشري الموجود. نعم. ولكن مع عملية وجود الأنفاق النهاردة أسفل قناة السويس، سيتم عبور يعني عدد كبير جدا من المصريين للمشاركة في تعمير سيناء والاستفادة من الخيرات الموجودة وإنشاء مصانع على أرض سيناء. يمكن النهاردة إحنا
بنحتاج إلى أن تكون المصانع على أرض سيناء حتى يكون هناك فرصة لتشغيل الشباب بدل أن يكون هناك يعني شباب عاطل ويكون فرصة للجامعات. طيب دكتور عبد الرحيم، أنتوا كنتوا طالبتوا قبل كده أن يكون في هيئة عليا للتنمية في سيناء، كان هو في تقريبا مجلس لتنمية سيناء الآن، وحضرتك كنت معايا في مداخلة من سنتين تقريبا كنت بتتحدث عن أن أنتم بتطالبوا بهيئة عليا للتنمية في سيناء، هل مازال هذا الطلب موجود؟ والله هو حضرتك احنا الطلب موجود، ويمكن احنا بننادي برضه ان يكون لهذا المطلب الجماهيري اكثر فاعليه، تمام، لان احنا سيناء يعني زي ما تفضل الاخ الموجود دكتور محمد شوادفي، نعم دكتور محمد شوادفي، يعني مساحه ممتده، يعني تلك مساحه الجمهوريه النهارده محتاجه الى عمليه جهاز مستقل لتعمير سيناء. النهارده القياده السياسيه تنبهت بهذا الموضوع واهتمت بعمليه الانفاق اللي هي موجوده اسفل قناه السويس. يمكن احنا كمواطنين على ارض سيناء كنا بنعاني في الفترات السابقه من عمليات العبور وعمليات التفتيش والمنافذ اللي هي موجوده. النهارده الانفاق بوجود اكثر من يعني جهاز لتسهيل عمليه العبور من خلال الاشعه اللي هي الاشعه السينيه، نعم الكشف والكشف على المواد، نعم اي مواد موجوده داخل السيارات او المركبات الموجوده سيسهل عمليه عبور الافراد وعمليه عبور المواد من والى، وبالتالي ستكون هناك تنميه حقيقيه على ارض سيناء. وهذا يعني نظره قبل القياده السياسيه تنبهت لهذا واصرحت بهذا الموضوع، وان شاء الله تكون هناك يعني تنميه حقيقيه على ارض سيناء سيشعر بها المواطن السيناوي الموجود على ارض سيناء والمواطن المصري الموجود في الدلتا. طيب اسمح لي برضو ان انا اسالك دكتور عبد الرحيم، وبرضو ناكد على معلومه هامه، لما بنتكلم سيناء خاليه من الارهاب ما عدا هي المنطقه البسيطه اللي هي متاخمه للشيخ زويد والعريش وهي لا تتعدى 20 كيلومتر من الحدود بيننا وبين غزة، يعني احنا بنتكلم على منطقة صغيرة جدا، لكن للأسف الإعلام الغربي والإعلام الخاص دايما يقولك الإرهاب في سيناء، بقية سيناء فاضية يعني آمنة، بنشوف العريش، بنشوف طور سيناء، بنشوف شرم الشيخ، بنشوف سانت كاترين، كلها ما زالت آمنة. هل ينقصكم مثلا خطوط ربط أو طرق داخلية تربط جنوب وشمال سيناء بوسط سيناء، مع أن منطقة الوسط فيها كثير من الجبال؟ فضلت حضرتك احنا بنحتاج إلى بنية أساسية في الطرق لتسهيل عملية التواصل ما بين الشرق والغرب، وده يعني يعتبر شيء أساسي لتحقيق عملية الاستقرار والتنمية اللي هي الموجودة، لأن الطرق هي اللي بتساعد على عملية التنمية، هي الطرق بتسهل عملية المصانع والانتقال منه إلى المواد الخام اللي هي موجودة في وسط سيناء أو للمناطق الزراعية اللي هي موجودة. إحنا بنحتاج إلى شبكة طرق موجودة على أرض سيناء لتسهيل عملية العبور. نعم، أنا بشكرك دكتور عبد الرحيم عمير خبير التنمية البشرية وأحد أبناء محافظة سيناء، بشكرك على هذه المداخلة الهامة، وأنتقل للدكتور محمد الشواتفي أستاذ أو عميد كلية الاقتصاد والسياسة السابق في جامعة الزقازيق. كلية التجارة، أهلا بحضرتك. طيب دكتور محمد، يعني أنا واحد من أبناء بورسعيد وجربت المعدية، واللي كانت أصعب هي المعدية ما بين التفريعة اللي احنا بنسميها التفريعة اللي هي القناة الجديدة اللي بتنقل ما بين شرق القناة والضفة الثانية، وقت طويل جدا، شاحنات كثيرة متراكمة، وبالذات ان دي منطقة لوجستية فيها ميناء والميناء هيبقى اكبر، الانفاق هتخدم هذه المنطقة ازاي في رأيك، بشكل اقتصادي، بشكل سرعة نقل، بشكل ان هي تساعد على استخدام قناة السويس أكثر فاعلية لنقل البضائع إلى العالم؟ أعرج بس على جملة أنه هو حضرتك تفضلت عليها ووضحتها، أنه هو من العيب أو العار أن احنا نتهم سيناء بالإرهاب، لأن المنطقة ضعيفة جدا وبسيطة جدا، وأصبحت سيناء خالية النهاردة من الإرهاب. صحيح، وعادة منطقة بسيطة حضرتك تحضرتها، وبالتالي هنا لابد أن نوجه أن سيناء أرض تنمية، سيناء أرض مشروعات، سيناء مستعدة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والعالمية على أساس المصرية على أساس ننشئ مشروعات. نعم. تعقيبا على السؤال، أولا حضرتك كان هناك كثير جدا من الناس بتهرب من هذه المنطقة، واستثماراتها واللي عنده مشروع في سيناء كان حتى عشان يروح يزور أو يتعامل معاه بيقضي وقت طويل جدا، وبخاصة في السنوات الأربع الماضية أو الثلاثة الماضية كان هناك معاناة شديدة جدا لكل واحد. أنا في هذه الحالة عندما تتحدث يكون هناك حرية انتقال، النقل أحد أدوات فعالية الاقتصاد أو الانتقال. صحيح. لأن في هذه تكاليف عالية جدا، وبعدين مين اللي يروح عشان يجيب عربية ينقلها أو حتى طلبية ينقلها يقعد يوم عشان يجيبها يوم كده ويومين ثلاثة أيام، النهاردة أصبح دلوقتي في خلال ساعتين بيكون في الناحية الثانية،
بيتحرك بيها، يبقى انا في هذه الحاله قضيت على مشكله كبيره جدا اسمها مشكله النقل او مشكله اللوجستيات. نعم. الامر الثاني حضرتك، منطقه بورسعيد وهي المنطقه الواعده وشرق التفريعه وهو خطه التنميه الموجوده فيها، لما يكون هناك في هذه الصناعات ممكن تنتقل من هذا المكان الى هذا المكان ومن هذا المكان الى منطقه القناه، اذا في هذه الحاله اصبحت شرايين المياه او برا وبحرا هذه منطقه متاحه للجميع ويمكن فيها سهوله انتقال التجاره. ليه؟ لان التجاره انتقال، التجاره حركه. صحيح. ما بين دوله ودوله وبين مكان لمكان. وفي نقطه ثانيه يا دكتور اسمح لي ان انا اشاركك بيها، احنا كده نقدر نعمل عندنا شركات بسيطة أو صغيرة أو متوسطة تقدر تغذي هذه المنطقة والشركات العملاقة اللي فيها بالمصنوعات وتكون بأيدي مصرية، هيبقى سهولة الانتقال. هذا المشروع سيفتح شركات كبيرة للنقل واللوجستيات بين الخدمات بين الصناعات بعضها البعض، سيخلق فرص عمل كبيرة جدا، سيخلق إنتاج. فضلا عن ذلك يبقى أنا عندي دلوقتي بر وبحر وجو، بر وبحر النهارده سواء القطارات أو السفن أو السيارات. هنا أصبحت هذه المنطقة دخلت هذه المنطقة بالكامل حيويا في الاقتصاد المصري، ودخلتها في شريان الاقتصاد المصري، لان كان لازم نعترف ان كان هناك معوقات للتنميه في سيناء وما كناش عارفين ننمي سيناء لان كان دايما الانتقال. انا وبعد كمان فضلا عن ذلك ان هو عدم وجود تجاره وتنميه في سيناء خلق ما يسمى بالبطاله، وطالما هناك بطاله وعدم شغل يبقى هناك انشطه اخرى غير موظفه توظيفا جيدا، قد يكون الارهاب منها او قد يكون البطاله منها وقد يكون تجاره المخدرات منها، لكن طالما دخلت المشروعات الاقتصاديه، دخلت النور ودخل الاضاءه، انارت هنا اقتصادات الدوله، وبالتالي في هذه الحاله انا النهارده بضيف للناتج القومي المصري النهارده تلت مساحه مصر، بضيف مشروعات كبيره جدا، بضيف النهارده الحقيقه لا يجب ان يكون هذا عنوان بسيط، هذا العنوان اكثر خطوره من حفر قناه السويس. نعم. طيب اسمح لي ان انا اشاركك برضو بجزء من كلمه السيد الرئيس، وهو اكد في كلمته ان من قام بعمل هذه الانفاق هي شركات مصريه خاصه، وان دور الجيش لم يكن الا دور اشرافي فقط للتاكد من اتمام وانجاز الاعمال في مواعيد محدده وثابته. كرجل اقتصاد وتجاره ترى ده ازاي؟ هنا يضاف بقى نوع اخر من انواع يسمى اقتصاد المعرفه. نعم. انت اضفت معرفه جديده النهارده وخبره جديده النهارده للموارد البشريه والقياده المصريه والاداره المصريه النهارده، هي خدمه الانفاق وخدمه العبور وخدمه النقل. نعم. هذه الخبرات اصبحت النهارده يمكن تصديرها لاماكن اخرى والاستفاده بها من اماكن اخرى. اذا في هذه الحاله انت اضفت بيسموه اقتصاد المعرفه، هنا انا اضفت نوع من انواع المعارف الجديده للاقتصاد الوطني، حليت بيه مشكله كبيره جدا في داخل الدوله المصريه، وفي نفس الوقت اصبح هذه الخبره وهذه المعارف لا تذهب هباء. نعم. هناك دول احنا النهارده في افريقيا، هناك صحيح. دول اخرى تستفيد بينا، وهناك طبعا ما تنساش كمان ان في انهار في الدول العربيه زي العراق وزي سوريا، وفي هذه الحاله يمكن ان تكون هنا هذه الخبره مركز تصدير ويضاف الى الاقتصاد الوطني. النهارده مصر كسبت في كل المجالات. نعم. كسبت اقتصاديا وكسبت سياسيا وكسبت لوجستيا، والنهارده مصر النهارده بتعلن انها عندها مشروعات عملاقه. نعم. نعم. وعندها تخطيط ورؤيه وتستطيع ان تنفذ، وفي نفس الوقت المواعيد محدده، كما نقول كما نعلن ننفذ. نعم. هذه نعم. سمات الاداره المصريه نعم. المعاصره، والحقيقه لازم نحيي كل اللي قاموا على هذا المشروع سواء فكروا او نفذوا. وانا بحييك دكتور محمد الشوادفي عميد كليه التجاره بجامعه الزقازيق الاسبق، انا بشكرك على مشاركتك معايا، وبشكر ايضا دكتور عبد الرحيم عميره احد ابناء سيناء. مشاهدينا الكرام، ده كان الجزء الاول من مشاركات المحللين معنا والتحليل هذا الموضوع، ودائما أراءكم لها مكان في هذا البرنامج سواء على الإنترنت أو كاميرا همزة وصل التي تستطلع آراء المواطنين في الشارع. دعونا نستمع إلى بعض المواطنين. قناة السويس دلوقتي منطقة اقتصادية، ومع الصين احنا عاملين يعني اتفاقات وطريق الحرير، فقناة السويس دي هتكون يعني دورها كبير جدا، بتربط يعني بسينا، بتربطنا بسينا، وطبعا ده
ده مشروع عملاق يعني. دي تعتبر الشرايين الرئيسية وممرات لسينا، فأي إصلاح بيتم في سينا لازم له طرق، فالممرات اللي احنا عملناها دي في غاية الأهمية، ودي تساعد على التنمية إن شاء الله. فده كان الأساس في تنمية سينا هو الممرات والسكك. طالما اتعملت الممرات والسكة لسينا اعلموا تمام العلم، وأنا بقولها إن ده بداية للأساس، بداية للنمو، بداية للتقدم. طبعا ده من إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة اللي بتعمل تنمية في سينا، وطبعا تنمية سينا ديت مهمة جدا اقتصاديا وعسكريا وأمن قومي لمصر كلها. سهل حركة التجارة من الشرق للغرب، وبالإضافة للسفن والحاجات دي كلها، إنما الأنفاق دي طبعا بتبقى أسهل كمان اقتصاديا لعبور الشحنات والبضائع والحاجات دي كلها. كفاية إن هي بتحيي سينا من أول وجديد من بعد الإرهاب ومن بعد اللي شفناه في سينا. على فكرة أنا كنت من ضمن الناس اللي بتحب سينا جدا وبتروح سينا باستمرار، ودي كده هتسهل كتير جدا عن المعدية وعن طريق الإسماعيلية، هتسهل كتير جدا عن المواطنين. سينا بكل كل ما لديها من كنوز وحضرتك كده ملكك انت دلوقتي، وبالتالي علينا ان احنا نشتغل فيها ونعمل مشروعات، وسينا عندك مقدره ان انت تعمل كافه المشروعات في سينا. ليه؟ بدل ما كانت محافظه طرد للسكان، هتبقى ان شاء الله في المستقبل القريب هتبقى يعني جاذبه للشباب، وهتلاقي كل المشروعات والاستثمارات هتبقى في سينا. دي كانت مجموعة من تعليقات المواطنين حول موضوع حلقة اليوم. كاميرا همزة وصل اهتمت باستقصاء هذا الموضوع كما هو يوميا، وأنتقل إلى مجموعة من آرائكم على مواقع التواصل الاجتماعي مرة جديدة. سأنتقل إلى زميلي محمد عبد الحكم. محمد، يعني أعتقد أن لديك مزيد من التعليقات. أكيد حسام، لدينا مزيد من التعليقات حول موضوع حلقة اليوم. نبدأ بالتعليقات مع أحد المشاركين. إبراهيم شريف بيقول: كان لابد من ربط سيناء بالوادي حتى تتم التنمية، وتم هذا ولكن بشكل محدود متمثلا في نفق الشهيد أحمد حمدي، ولكن الآن تم إنشاء عدة أنفاق سوف تجعل العبور سهلا وميسرا من سيناء إلى الوادي، وسيكون هذا ربط لشرايين مصر كلها، ويساعد على تنمية قطعة غالية من تراب الوطن ضحى من أجله المصريون بدمائهم. محمود عبده بيقول: مشروع الأنفاق والذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر الحديث بعد السد العالي، لأن هذه الأنفاق يجرى العمل بها بأسلوب علمي متقدم جدا، فالمشروع جاء في الوقت المناسب لأنه أعاد اللحمة بين المصريين بكونه مشروعا قوميا يمثل أهمية كبيرة لدى الشعب المصري على مدار التاريخ، وتزامن معه مشروع المنطقة الاقتصادية لإقامة حياة جديدة في هذه المنطقة وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة على ضفاف قناة السويس، وهي أولى الخطوات لتنفيذ المشروع العملاق والعظيم. إذن مشاهدينا، هذه كل التعليقات التي وصلت إلينا. أعود مرة أخيرة إلى زميلي حسام. بشكرك محمد، وبشكر كل من شارك معنا بالتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي. فأنتم أساس هذا البرنامج ومجموعة جديدة من ضيوفي على الهاتف. سيكون ضيوفي فيها كالتالي: الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء محمد الغباري، مدير كلية القادة والأركان. أبدأ بدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. دكتور صلاح، تحياتي. دكتور صلاح. طيب، انتقل للواء محمد الغباري، مدير كلية القادة والأركان. سيادة اللواء محمد، تحياتي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. تصحيح بس بسيط: اللواء محمد الغباري مدير نعم. كلية الدفاع الوطني الأسبق. مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. طبعا كثير من الصحفيين بيحضروا طبعا دورات في كلية الدفاع الوطني، وأحد الأشياء اللي تعلمناها أن تنمية البشر تمام تساعد على القضاء على الإرهاب وتحد من الأطماع الغزاة في المناطق. شايف سيناء إزاي بعد هذه الشرايين التي ستربطها بشكل أكثر عمقا؟ يعني اسمح لي أن أنا أشبهها أن فعلا الوليد وصل له الحبل السري بشكل أعمق حتى يصبح مرتبط بأمه. حقيقة ألو؟ أيوة معاك يا سيادة اللواء، تفضل. حقيقة أنت كلمة التشبيه الوليد ده صح 100%. نعم. لسبب بسيط: زمان احنا كان ارتباطنا بسينا
انها ارض عبور وليس ارض اقامه. نعم. يعني ايه ارض عبور؟ كل لو انت بصيت في التاريخ القديم تلاقي كل الجيوش المصريه ما حربت في الشام وليس في سيناء. واول حرب تمت على ارض سيناء كان بين الاتراك والانجليز في الحرب العالميه الاولى. نعم. ثم كانت الحرب 56 ف 67 ف 73 ارض سيناء. نعم. وده نتيجه ايه؟ وجود العدو الرئيسي لك اللي مغتصب ارض فلسطين. نعم. بقى جنبك. نعم. اصبحت النهارده سيناء ما تبقاش ارض عبور، لازم تكون ارض اقامه. ومن هنا صحيح. الفكر الاستراتيجي اختلف. وبقت هنا لابد ما دام هتبقى ارض اقامه يبقى التخطيط الاستراتيجي يكون صح. ومن هنا لابد انك توجد الشرايين اللي تودي سيناء دون عقبات او عقائد عراقيل قدام المواطن. نعم. كان زمان كنت لما تعدي سيناء قبل 56 وقبل 67 كان لازم تصريح من المخابرات عشان تعدي سيناء. طب النهارده مفيش حاجات دي موجوده. طب وسائل المواصلات تبقى شكلها ايه؟ شوف كده. نعم. بعد حرب 73. نعم. انت عملت معديات. صحيح. معديات نقلت ناس لكن مش بالحجم الكافي. النهارده انت الوقت بدات تعمل الشرايين اللي موجوده الاربع الثلاث انفاق الكبار او الاربعه. نعم. الكبار والدفع بتاع احمد حمدي هتعمل له الفرده الخمسه بتاعته. تمام. الثانيه فهيبقى خمس انفاق هيبقى كبار. هيبقى خمس. نعم. وبالتالي هنا الشرايين هنا العبور سهل. واعتقد ما زلنا مستنيين نفق للقطار. وان شاء الله النفق القطار هيبقى. نعم. في شمال بورسعيد علشان. نعم. عشان شوف هنا بقى المناطق اللوجستيه هناك. نعم. شوف التخطيط الاستراتيجي ماشي ازاي. انت بتعمل شرق التفريعه ميناء محوري ضخم. نعم. في منطقه الشرق الاوسط وهيبقى هو اللي امتد لاوروبا. فلازم كل وسائل المواصلات تكون متيسره. صحيح. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده ضرب مثل وقال لك لو انت جاي على الطريق الساحلي اللي هو غرب بورسعيد هتعدي من نفق كيلو 19 هتبقى في شرم الشيخ بعد 3 4 ساعات. صحيح. هتركب كوبري الملك سلمان بعد ما يتعمل. هتلاقي نفسك باسم السعودية. الخليج العربي. نعم. لازم شوف انت حجم التخطيط الاستراتيجي ماشي ازاي. صحيح. صحيح. ودي نقطة مهمة اسمح لي أن أقف عندها يا سيادة اللواء. تمام. وأنتقل لدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. ابقى معي سيادة اللواء محمد. دكتور صلاح تحياتي. ألو. دكتور صلاح حضرتك سمعني؟ مع حضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور صلاح. أهلا بيك. أهلا بيك. دكتور صلاح، من أساس حقوق الإنسان حرية الانتقال وحرية التجارة وحرية الأمن في المكان اللي بيسكن فيه وحرية تنمية مكانه عشان يتطور بشكل طبيعي. شايف ده هيتحقق إزاي في سيناء الآن بعد ربطها؟ وزي ما أنا قلت التشبيه في البداية لدكتور محمد، إحنا أصبح الوليد مرتبط بحبل سري أقوى بالأم. بص حضرتك، أهم ركائز حقوق الإنسان هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. نعم. إلى جانب الحقوق البدنية والسياسية، لكن اللي ما نحطش العربية قدام الحصان. صحيح. إذا كان هناك اقتصاد قوي وإنسان متعلم وصحة قوية وتنمية حقيقية ومكافحة للفقر، وإذا كان هناك إنسان يستطيع يعني يبقى يستطيع كسب عمله من قوته وكسب قوته من عمله وتوفرت له سبل العمل. نعم. والحياة بالقطع هيكون أمامه حرية الاختيار وقوة الاختيار. صحيح. وفي هذه الحالة احنا لما بنتكلم عن سيناء، احنا النهاردة لما كنا مع الرئيس لفتح نفق الإسماعيلية، الحقيقة ده يعني تأخر 40 عاما. نعم. هذا العمل تأخر 40 عاما. الرئيس السادات فكر في نفع الشهيد أحمد حمدي ثم توقفت كل سبل التنمية على أرض سيناء إلا بصيص منه. وكان المفروض إن هي في 2017 يعني تكون سيناء فيها 5 مليون على الأقل، وهذا لم يحدث. إحنا أمام تحدي في لغاية 2026 مخطط أن يسكن في سيناء 6 مليون، ومش هيسكنوا الا اذا كان هناك وسائل نقل طبعا، طرق. صحيح. وسط شريان حياه وطرق. نعم. الطرق هي تساوي التنميه. لا تنميه بدون طرق. صحيح. فانت الانتقال من سيناء شرقا الى غربا وغربا الى شرق، يعني من اول امبارح كنا 8 ساعات و10 ساعات و12 ساعه. النهارده مع تفعيل الانفاق والكاميرات واجهزه الاكس راي انت بتعبر ال 5 كيلو تقريبا او 5 كيلو ونص في حوالي 15
دقيقة. نعم. يعني حارات مختلفة وعشر أماكن، عشر أجهزة إكس راي أو أشعة يعني للكشف عن أي طبعا سواء متفجرات أو سواء مخدرات أو غيره أو بضائع أي ممنوعات. أي ممنوعات. فده طفرة لم تكن صحيح يعني في الحسبان. صحيح. وأنا بأكد على كلمة حضرتك اللي قلتها إن من يملك قوته هو يملك قراره. نعم طبعا. نعم. النهاردة في حلم كبير جدا بيتحقق. نعم. يعني كنا في أحلى أحلامنا يعني ما فكرناش أبدا إن نعم. ممكن يكون هذا الكم من الأنفاق دلوقتي في شمال الإسماعيلية وفي جنوب بورسعيد، ودلوقتي المعدات بدأت بالفعل في العمل في نفق التوينز بتاع الشفيق. نعم. الشهيد أحمد حمدي. نعم. علشان يبقى واحد عشان يبقى واحد مزدوج. نعم. أنا بشكرك مزدوج. دكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على هذه المشاركة. وسريعا سيادة اللواء محمد الغباري، يعني سريعا أنا قلت كلمة في الجزء الأولاني وفكرة أن الإعلام الغربي، ولما بنتكلم على إرهاب في سيناء وأن احنا سيناء خالية الآن من الإرهاب، وأن لو في مشاكل هي موجودة في شريط حدودي فقط لا يتعدى 20 كيلومتر من الشيخ زويد والعريش، الإعلام والتأكيد على خلو سيناء من الإرهاب أرجوك وسريعا. لا هو شوف أقول لك حاجة، مفيش حاجة اسمها إنهاء الإرهاب. نعم. وفي تحويل أنت تضرب الجذور الإرهاب زي ما المهمة اللي خدها رئيس الأركان من الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر السابق. نعم. واللي هو تدمير الرؤوس والجذور الخاصة بالإرهاب. نعم. طب هيتفضل ناس كانت بتشتغل مع الإرهاب وما هياش معروفة. نعم. اسمه الإرهاب الكامل، وده موجود في العالم كله، لكن الأعمال الإرهابية اللي تعطل التنمية وتعطل مصالح الناس دي مش هتكون موجودة دي. نعم. معاك فيها، وده نتيجة انك انت النهاردة بتغير من طبيعة البدوي وتخليه مستقر، لأن كل المشروعات اللي موجودة هتعمل للبدوي تمكين في الأرض وتمسك في الأرض. نعم. فيها ما عادش هيبقى بدو روحا، وبالتالي مدام بقى مستقر في الأرض هيبقى هنا الاستقرار والتنمية. صحيح. هيبقى العمل والإنتاج، ويبقى هنا موضوع تغذية الإرهاب للبشر ما هوش موجود أو قل لدرجة كبيرة جدا، ومن هنا تبقى المقاومة الإرهاب بالمجال الاجتماعي والمجال الامني اللي الاثنين ماشيين مع بعض بالنسبه للامن القومي، وده هيحقق. نعم. نتيجه كويسه جدا. انت قلت لي كلمه في الجزء الاول يا سياده اللواء، فكره التخطيط الاستراتيجي، والتخطيط الاستراتيجي ليس فقط لمحاربه الارهاب او للامن القومي فقط، الامن الاقتصادي اصلا امن قومي، ومن يملك قوته يملك قراره. الو سياده اللواء معاك، حضرتك سمعت سؤالي؟ لا ما سمعتوش. انا بقول لحضرتك في الجزء الاول من مداخلتك كلمتيني عن التخطيط الاستراتيجي، والتخطيط الاستراتيجي مرتبط بالتخطيط الاقتصادي، لان التخطيط الاقتصادي هو امن قومي، ومن يملك قوته يملك قراره. تمام. هو سريعا ارجوك. الوقت النهارده لما تبص التخطيط الاستراتيجي اللي موجود، يبقى التخطيط الاستراتيجي بيحتوي على التخطيط الاقتصادي، وهي من ضمن التخطيط الاقتصادي اللي موجود انت شوف حجم المصانع اللي على المحاور. نعم. يعني مثلا محور الاوسط في سيناء ده محور جاف ما ينفعش فيه زراعه. نعم. هتلاقي مصانع الرخام موجوده في الجفجافه. نعم. هتلاقي انت هنا بتعمل التنميه موجوده اهو، وانت عملت 7 مصانع هناك. صحيح. مصنع الاسمنت عند 261 برضه ما ينفعش زراعه، فبالتالي عملت مصنع الاسمنت. ممكن نعمل مصنع زجاج عشان وجود الرمل السيناوي اللي بيتحول. نعم. يبقى هنا التخطيط الاستراتيجي بيوفر للتخطيط الاقتصادي كل المقاومات اللي تقدر تعمل. صحيح. 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 أنا بشكرك سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، وبشكر دكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبشكر ضيوفي في الفقرة الأولى، وبشكر كل من شارك معنا بالتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكركم على متابعتكم لحلقة اليوم. بأكد عليكم طبعا ما زلنا مستمرين معكم في شهر رمضان المعظم، كل عام وأنتم بخير. معادنا هيكون الساعة 1:05 أو 10 دقائق بدلا من الساعة 3. بشكركم على هذه الحلقة، وهذا هو سؤال حلقة الغد في أول يوم في رمضان: كيف يمكن مواجهة إشغالات المحال التجارية والمقاهي
بالشوارع في رمضان؟ واحد من أسئلة همزة وصل، سؤال يدور في فلك حياتكم. تابعونا، شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. همزة وصل إي جي هو عنواننا الموحد، دائما شاركونا. بنقل لكم تحيات فريق العمل، تحيات حسام الدين عاطف، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله شهر رمضان يكون بالخير على مصر جميعا وعلينا جميعا. إلى اللقاء.